ماشي حلوه بين الصف بين الاثنين 80 ل 80، صار معاك اللين كيل الصراحه هي اللي اتبهدلت في كل الاكشن اللي حصل توب 10. مال ظهر 68 فارم ضد 66 بتوع ايزن، ولكن الفرق هنا انا شايف ايزن اخد سجواني في ايده ومتجهين على توب لين. لو بصينا على الميني ماب شكلهم كده ناويين على اكشن توب لين تاني، عارفين ان الحين ما هياش فلاش. هيكون اكيد في وارد على الريفت، وبعد كده كيل على طول بتدخل بيدخل عليها اوريليان سول بتلقط، والاي من زايون والكيو نوك اب. برافو عليك زايون، خده يلا كله يروح على الريفت. لو هم فعلا بيدوروا على الكلير بتاع اللين ده هيطلعوا دلوقتي حالا على الريفت هيرال عشان ياخدوه ويكليروا اللين. ولكن هنا برافو الليرن بيبوش البوت لين عشان ياخد اول تارجت في الجيم. هيكون لمين؟ هيكون لمين؟ في بوش فوق في بوش تحت. الفيرست ستار بيروح لليرن. يا ليرن حلو جدا الروتيشن اللي هو عملوها دي، عرفوا تاني. اوكي ايزن بيروم توب لين تاني، خلاص هنضحي بالكل توب لين، مش هنعمل اي حاجه بس قصادها تاور بات. واكشلي تي بي اي باد انتنشنز ما عرفوش يجيبوا التاور في الاخر. دي على فكره دي نقطه مهمه جدا، ما عرفوش يجيبوا التاور. كيل بس ثانيه واحده، كيل خطر. انا شايف اوريدي توب متجه تاني ناوي عليها تاني. كيل لسه ما هياش فلاش، خلي بالك معاها الت دلوقتي. ضابط دنيا اي ثينك هو بيحاول يزيد، لكن لا شكلها مش ولا ايه. ادي النوك اب ستاند بيتحرك لقدام. انا شايف كيل رجعت بالتي بي عشان تلحق بسرعه التارت وكده. التارت لليل قدام تي بي اي، الفيرست تارت في الجيم بيدي 300 جولد زياده بونص ليك للشامبيونز اللي حواليك. واعتقد الاربعه اللي كانوا بيخشوا في البوت لين اتوزع عليهم كميه جولد لطيفه. دلوقتي كميه الجولد دلوقتي 1000 او 1000 جولد بس الفرق بعد 1300. هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في الجيم اللي متوقعين ان تي بي اي بعد الغيبه الطويله اللي كان غايبها ان هو يرجع بقوه. ولكن مجريات الجيم دلوقتي بتقول ان في تارت لفريق ليرن وفي كل زياده لفريق تي بي اي. دلوقتي بنبدا نكلير الورد من الجنجل، بيبدا طارق دلوقتي يطلع لفوق. خلاص خدوا طارق، بيبدا الدنيا ترتاح شويه. عايز اقول لكم كمان ان انت هتاخد طارق في اي لين، ده مش بس بيفيد اللين بتاعك، ده بيفيدك ان انت تاخد حته من الجنجل اللي قصادك. يعني دلوقتي هو يقدر يتمرجح براحته في الجنجل اللي قصاده اللي فيها سجواني دلوقتي، عشان مفيش طارق، مفيش يقدر يهرب في اي مكان. المناطق اللي يقدر يهرب منها اتفتحت وزادت، ودلوقتي بدا فريق تي بي اي يتجمع شويه ياخد الاسكاتلر عشان يورد الدنيا قدامه ويبدا يحاول ياخد البوت لين تارت ويبدا يكلير الورد. دلوقتي بقت معركه وورد، يعني هي دي الباور فعلا بتاعت الورد، ان هو على طول يكون في او في اللعبه بشكل عام. لو احنا بصينا على ال LCS وكميه الماتشات اللي اتلعبت، ان كل لعيب معاه كنترول وورد، كل لعيب معاه كنترول وورد يرميها في اي حته طول ما هو ماشي. مفيش لعيب في الايتمز بتاعته ما بتلاقيش الكنترول وورد، ما بتلاقيش الوردنج بتاعه، لدرجه ان كازكس شفته في جيم بيشتري سايد ستون لمجرد ان هو عايز يلعب بالسمايت الطبيعيه بتاعته، فبالتالي راح جاب السايد ستون. اما بالنسبه للجانجلرز عامه وفي كل جيم بشوفها، ما بشوفش السمايت بتاعت سجواني اللي موجوده، بشوف السمايت بتاعت وورويك اللي موجوده دايما في كل الجيمز اللي بشوفها في ال LCS. انت كسجواني انت مش محتاج البلو سمايت تعمل ستوب اي حاجه، انت معاك سلوس كفايه. لكن اوه الدمج بتاع كوجما بيخوف. لكن في الناحيه الثانيه ادي جاست كيلز دخل على وورويك، الدول ما بين سجواني وورويك. ادي الستان اهو، تريستانا جايه من الناحيه الثانيه على سجواني، سبريس ممكن يجيبوه. تريستانا بتدور على النطه لقدام ولكن شكلها مش هتنط في الاخر الناحيه الثانيه. كيل لوحدها تحت التاور، ادي ستاند من ايزن لكن بتمس. كيل بيفلاش هيحاول يهرب، اخر ستار الالت هينقذه، ممكن ستار كمان هيقتله اخيرا ايزن. واو يا نهار ابيض، بص لحد فين. ادي مالزار، الدخول المفاجئ اللي سبب حرايق من مالزار. برافو الستان والالتيميت الفشيخه بتاعت مالزار. مش ممكن دخوله فجاه بشكل مفاجئ بفلاش بالالتيميت، شكله فظيع مريع فظيع. انا بعشق حاجه اسمها مالزار. يا انا كمان بحبه جدا الصراحه. الخطر بتاع الالت بتاعه يعني بجد لازم دايما تبقى مركز معايا. ايزن قرر يعمل دايف ولكن في الاخر هو اللي اخذ على دماغه.
بيديله حبة ماجيك ريزيست، ماجيك ريزيست ضد المالز اهو. كمان معاها مع الالت بتاعه ممكن يدايفوا السايون، هي مش فكره قويه مش فكره حلوه بس ممكن يدايفوا لو عايزين. هنكمل دلوقتي. انا شايف فريق باد انتنشنز كلهم جروب اب على ناحيه ميد بيدوروا على اول فايت اللي هي فايت عدل في الجيم، لكن في نفس الوقت فريق ليرن موجود وجاهز. شايف سايون بيبوش توب لين لوحده بيسليب بوش بيستغل الفرصة، ممكن يجيب التاور. التاور ده كان هو يا جماعة واقف في دي وورد كمان دي باك، بقوا ثلاثة بس من فريق ليرن. باد انتنشنز بيدوروا على الانجيج ولكن شكلهم كده صابرين. ادي كين اتجه لتوب لين لسه معاه الكتير برضه قرب من التاور بيضرب التاور مالز هارد ان الت رينج ولكن لسه ما استخدموش. هما ثلاثة بس ضد أربعة من فريق باد انتنشنز وهو قال يصبر عليه. يا مورو انا عايز اقول لك كمان برايي واضح ان لغايه دلوقتي ليرن عامل وفرض شخصيته على الجيم بشكل قوي جدا وبشكل كويس جدا حتى لو انت ولكن دلوقتي اللي شايفه من فريق الشهر ان هم مش لاقيين حل غير انهم يلا نجمع بعضنا عشان ندخل نعمل زي ستريت فايت، ان احنا لازم ندخل ستريت فايت عشان نكسب الجيم دي. بيحاولوا ياخدوا المتر عافيه من ليرن عشان يبداوا يكسبوا حته من ارضهم. هل الاستراتيجي دي هتنفع؟ هنشوف دلوقتي مع التماسك اللي موجود. شايفين كيل بسرعه اتنقلت من الميد لين طلعت التوب لين عشان تلحق بسرعه. التارجت بتاعها متماسك جدا الفريق دير، فهنشوف دلوقتي تي بي اي هيعمل ايه. انا شايف بصراحه الكيل محتاجه تدور على اي فارم في اي لين. الراجل يا حرام اتبهدل في الليننج فيس كوره 0 3 1 معاه 160 فارم لكن في 19 دقيقه 160 ده مش رقم جبار. هو بيدور على فارم في اي سايد لين. انا شايفه متجه للتوب لين تاني، لكن كل ما الجيم يطول كل ما كده يبقى عندها فرصه اكتر واكتر ان هي ترجع الجيم ويكون عندها امباكت اكبر من كده. يعني هي لحد دلوقتي الصراحه ما كانش ليها تاثير. بالظبط يا مورو، انا مش عايز اقف الناس بالارقام ولكن فعلا برضو ال سي اس دي البطوله العالميه المرجع بتاعنا اللي احنا بنتعلم منه في انك تكون توب لين معاك 160 فرن. مش هو ده الرقم، الرقم بتاعك خلال 20 دقيقه ان انت تكون معاك 200 بلس. فان انت دلوقتي الفرن بتاع كين لسه ما جابش 160 فرن، الفرن بتاع ريان سول 117 قليل جدا برضو، المظهر من قليل جدا. كل ده بنتكلم في 20 دقيقة، ال 10 دقايق بالمينيمم. مش عايزين نحسبها كده وتبقى حاجة عادية، لكن بالمينيمم 100 فارم لكل 10 دقايق. فعلا احنا شفنا دلوقتي سيجواني عمل فلاش والتيميت على التريستانا ولكن 27 ويد عرف ينط في الوقت الصح، هرب اخذ ستاند ولكن النطه بتاعته اشتغلت وعرف يهرب، ضيع كده الفلاش والالت بتاع سيجواني. فباد انتنشنز ما عندهمش البين انجيج تول بتاعهم. انا شايف دلوقتي ميدوزا سبريت دام اللي بيضربوا في التاور شكلهم ناويين على كيل. اوه كيل بتعمل ده مش حلو، ولكن شيلف ليرن هياخد بعضه ويمشي يسيب التاور. خدوا مش عايزه خلاص، هو عمل اللي عليه. اخر الفوز ده اخروا عليهم جدا، خد وقت طويل جدا واعتقد ان هو كده عمل ايه اللي عليه. هو لغايه دلوقتي التقدم بتاع تي بي اي، تي بي اي دلوقتي معاهم طريقين بالطريق بتاع التوب ولكن الطريق الثاني ده اتاخر جدا. هيبدا دلوقتي ليرن يدور هيعمل ايه، واعتقد ان احنا رايحين ناحيه ان تي بي اي بدا يكتب نوعا ما. انا شايف دراجز باني الصراحه مستغل الفرصه، عمال بيسكيب بوش ومدين الناحيه الثانيه على اللين الثاني كوجما عارف يفارم براحته خالص في السايد لين. اهو ادي الانجيجمنت سايون عمل لقب على اثنين مظهر ستاند. هو طارق طارق بيعمل ستاند لكن ما بيجيبش حد في الاخر. سجواني بتحاول ترجع لورا، ادي كيو كمان من سايون جاب بيها الاثنين، جاب تريستانا وطارق. الالت من طارق هيعملوه جاست ان تايم وفعلا بيعملوه. ادي تريستانا حاطط بابا على سجواني ولكن الالت مره اخرى الكوجو الطارق بيموت. الكوجما بياخد كل السايون بياخد الثانيه. دلوقتي فريق ليرن لازم يرجعوا لورا، البوتين بتاعهم مات بقاش غير الالت بتاع مالز. الالت بتاع كيل لسه ما استخدموش، الالت مالز
الطيران كله نادي كيو من ايزن الثاندرت لاند، ولكن مش عارف يخش له تحت التاور، والتي بي اي المفروض ياخد التاور ده ببلاش ولا ايه؟ اه ادي سلو كمان الالتيميت كيل، مش هيبقى كفايه ان هو ينقذه، اكيد في فلاش هيعرف يهرب يا دوبك يا ابن اللعيبه. ادي ميدوزا كوجما كان بيدور على الكيل هو كمان، ولكن ما عرفش الكيل بتهرب، ضيعت فلاش اه، وادي تاور ميد بيدروك وشكلها كده تاور كمان. واضح ان الاستراتيجي امورو بتاعي فريق تي بي اي دلوقتي بدات توضح فعلا، وهي الستريت فايت. احنا معانا سيجوان انيشيتر تدخل تحت الطرف تجيب اي حد من تحت الطرف، معانا ريلون سول، معانا زايون، انت بتتكلم في كومبيتيشن رهيبه جدا، وبالتالي هو ده اللي فعلا تي بي اي بدا يعمله. احنا هندخل نهايه شوارع وهنكسب في الجيم، وهم دول اللي بيعملوه دلوقتي ثلاثه طرف لطرف واحد وسبعه كيل اربعه كيل في الدقيقه 22. وشايفين الاسكاتلر دلوقتي هيبيوردو عشان البارون، شايفين ان هو الحل اللي هيكون يعني سهل بالنسبه لتي بي اي ان هي تدخل تيم فايت ومعاها بارون. خلي بالك كوجما لولو بيعرفوا يعملوا البارن بسرعه جدا. فكره اللولو ان هي تحط الايد بتاعتها على كوجما، كوجما ممكن يخلص لك البارن ده في 10 ثواني، فدايما في خطر البارن. حلو جدا الورد ديت من ليرن، اعرفه لو تي بي اي قرروا يعملوا البارن. تي بي اي انا لو منهم الصراحه ابدا اتجه كده ايه، ابعت الصيان بوت لين لوحده وبقيه الفريق بتاعي كله يجروب اوب توب. لما تبعت اربعه من فريقك توب ناحيه البارن، فريق ليرن دايما هيبقى خايف، عشان دلوقتي بيتجمعوا من ناحيه الدراجون قدامه 10 ثواني. منظار دلوقتي واقف في الميد لوحده وبيحاول يرمي العناكب بتاعته دي، يقول لها اسرحي زي ما تسرحي، ولكن سيبيني اروح اشوف باقي الجيم. سجواني بتدخل كده على سياجه تاخد الرابترز من تحت يعني انفهم زي ما بتقول. في دلوقتي توجه، وانا شايف ان في توجه بتعليمات، انا شايف ان فريق ليرن دلوقتي عنده تعليمات معينه بيحاول ينفذها، بيحاول يتحرك ناحيه مكان معين في تجمع موجود، ولكن هنا دريك بيروح خلاص. انا مش شايف المعنى اللي وراء وجود فريق ليرن في المكان ده. ليرن انت لو رحت كونتست الدراجون يبقى كونتست يا راجل، ما تروحش تقف وتتفرج. دلوقتي فريق باد انتنشنز بيروتيتو ناحيه البارن، هم ممكن يعملوه بسرعه، هم اه هيتقفشوا دلوقتي من السكاتلر نفسه. اه شافوا السكاتلر خدوا بعضهم ولفوا تاني، قال لك خلاص ما دام احنا هنعمله فوق وورد يبقى بلاها. انا شايف والله ان فريق الاول بياخد على طول سجواني، بيطير على طول وورد، وريليان سول بياخد الكيل. برافو سجواني، هنشوف من لعبه حاجات كتير جدا الفتره الجايه. اي تيم فايت الزنق ادي الارض بتاع سجواني، نقطه ضرب اربع ضربات، اديله بتاع سجواني، نقطه بتاع سجواني، هنشوف يعني خراب. ودلوقتي انا شايف ستريت فايت بزاين، شايف فتحه صدر كبيره من تي بي اي، عايزين يدخلوا يلا احنا ندخل البارون، واللي عاجبه يجي يورينا. الحلو هنا ان وورد ميت، فما فيش سمايت الفريق ليرن يحاول يكونتست ويجي البارون. البارون خلاص فاضله 3000 اتش بي تقريبا، لكن او ادي مظهر دخل لوحده خالص الستان، ولكن برضه عرف يهت اللولو يا ابن اللعيبه. الطريق قطع عليه مش كفايه، كوجما هياخد اول كيل، لكن دلوقتي سكال اتاكر بيحاول يجري لورا، دي فلاش هل هيعرف يهرب؟ ادي نوك اوف من زايون، الالت بتاع كيل هينقذه، ولكن مش هيبقى معاه ده مش كفايه، يقتل دي ال كوجما بيفلاش لقدام ميدوزا. يخرب بيت كده يا راجل، ادي طارق دخل على ميدوزا، السبريشن من ورا هيقتلوا الكوجما، يلا يا تريستان هتعملها والله، لكن النوك اوف بتنقذه، بيكايت لورا ميدوزا. الكوجما بيحاول ولكن مش هيعرف، تريستان هتجيب الكيل اخيرا. الشوت داون مبقاش غير سايون، طارق بي مس الستان، ولكن كده وكده ما اظنش ان هيعرفوا يقتلوه. ثانيه واحده اوريلين سول لسه موجود، المانا خلصانه اه ولكن موجود، وفعلا هيسيبوهم يمشوا. الله خلاص ملهاش معنى، مش هنعرف نقتل الساون النهارده اصلا. مالزهار قدر فعلا ان هو يعمل حركه ذكيه جدا بان هو ياخد لولو يضيع الباب بتاع البارن، بياخد كوجمو يضيع الباب بتاع البارن من على كوجمو، دي حاجه مهمه جدا. اللي عاجبني جدا في التيم فايت ده كان سجواني، سجواني له اتش بي جدا، ولكن بتدخل تدي كيو ترجع، تدخل تدي بي وترجع، كانت فاهمه جدا هي بتعمل ايه، وده من اسباب نجاح التيم فايت. ولكن بعد كده بيرجع ترستانا مع طارق يجيب كوجمو، وكوجمو يهرب ويفايت، ولكن تنط عليه تاني تجيب الكوجمو فعلا، وبعد كده بينتهي التيم فايت بموت كوجمو ولولو في تيم تي بي اي، وتبقى نتيجه 10-6. الفكره اول لما لولو ماتت كوجما كان في خطر، مفيش حد يعمل له كيل، وكوجما فعلا لما عمل فلاش لقدام عشان يجيب الكيل، اه انت جبت الكيل، لكن فرحتي يا راجل الورويك اول لما صدق لقى كوجما لوحده نط عليه بالالت، عمل له سبريشن وميدوزا اختفى. ما فيهاش كلام، اول لما لولو بتاعتك تموت وانت كوجما لازم تحترم نفسك، ما ينفعش تلاش قدام. المهم فريق باد انتنشنز متجهين مره اخرى ناحيه البرن، ولكن ليه؟ انا البرن ما خلصش من اخر مره، ده كيل، ادي
كينيت قفش الثاني لوحدها اس جواني قلت الستان القلط بتاع كينيت مش كفايه وهتموت لكن هالباد انتشنز هيستنوا لسه ما عملوش البرن ادي كوزما لا مال ظهر في وشه هيتخشموا هيتغشموا عليه هم الخمسه وفعلا جابوه وادي تي بي من صان رايح كمان دلوقتي خلاص هيبداوا البرن ما فيهاش كلام خلاص كيل القلط بتاعتها اصلا مش موجوده مال ظهر مش موجوده اعتقد ان احنا نقدر ندخل بطارق كويس في الميد لين خلاص البرن خلاص راح مبروك تي بي اي الفيرست برن في الجيم يعني ما غلطناش كتير يعني احنا قلنا ان هم خدوا بدري احنا توقعنا مش مشكله دلوقتي زايون واقف بفتح الصدر اللي قرب هيتعور وفعلا موقف ثلاثه موقف تريستانا وطارق وورويك واقفين لزايون وبرافو ودلوقتي خلاص عندهم قلب الكل ياخدوا الطارق الانر طارق بتاع ليرن وهنشوف دلوقتي التيم فايت ده والمناوشات اللي هتحصل دلوقتي بين التيمين هنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي التاور بيدروب شويه شويه البرن باف بتساعد الباف مينيز دي كلها بتساعد ادي الناك اب من سان جاب بيها تريستانا سجواني عايز يخش على تريستانا ولكن تريستانا بتنط لورا نص الاتش بي بتاعه راح ادي سجواني بيكمل عايز يتغاشم الالتيمت طارق هيبقى كفايه ان هو ينقذه هو وورويك وهم الثلاثه عليهم الالت ادي تريستانا بتحاول تقطع تاك باي طريقه السبريشن من وورويك على التانك حرام عليك يا ايزن يا ابن اللعيبه حلو الالت ده قوي جاب بيه الاثنين لكن تريستانا هتعرف تهرب لكن هيعمل ايه ادي او الرايتشس جلوري من سايون بتالته لورا لكن خلاص خلاص ايزن بيجيب الستان وبياخد الكل تريبل كل للاوريليان سول واحنا زي ما احنا شايفين باد انتنشنز بوت لين بيجيبوا التوب لين انهبيتر وميد انهبيتر هيقع هو كمان ليرن اي ثينك الجيم ده خلاص بدا يروح منهم او راح انا مبسوط جدا بان انا الكلام اللي قلته يمكن اتطبق نوعا ما بالستريت فايت بتاعتي بي اي خلاص عرفنا ان دول بتوع خناقات شوارع لما نيجي ندخل قدامهم لازم نجيب لهم تانكس قدامهم مش كفايه طارق مش كفايه خالص الكيل البيك بتاعه هنشوف اعتقد في الجيم الجاي بيك غيره بصفر 5 2 ب 236 فارم لزايون اللي الانجيجمنت بتاعه عالي جدا وهي دي الميتا بتاعت التانك الفتره دي لازم نشوف فعلا جيم زي دي والا ما نتفرجش ادي باد انتشنز خلاص بيخلصوا على النكسس فيرست جيم اوف ذا سيريز جوز تو باد انتشنز وبكده النتيجه تبقى 1-0 بعد اداء مقنع اداء مقنع الصراحه من باد انتشنز اداء مقنع ولكن مش هو ده اللي احنا كنا مستنيينه من تي بي اي ليرن لعب في الاول وفرض شخصيته كويس جدا على الجيم ولكن بعد كده تي بي اي كان عنده الاستراتيجيه اللي عارف يرجع بيها وهي يلا نتجمع احنا بنعرف نلعب مع بعض في لين واحد احنا ممكن مش عارفين او مش قادرين نقرا الخطه بتاعتهم فاحنا هنلعبهم على الخطه بتاعتنا وهي فتحه الصدر هيدخل زايون هيدخل سجواني هنجيبهم من تحت الطارد هنجيب الطارد هنخلص الجيم وفعلا ادي الجيم خلصان زي ما احنا شايفين سكورات قدامكم اهو الكيل الصراحه البيك ما عجبتنيش خالص 0-5-2 ما حسيتش بتاثير ليه في الماتش يمكن كيل فكرتها في الليت جيم يمكن لو كان وصل ليت جيم كان يقدر يعمل حاجه ولكن باللي انا شايفه قدامي الصراحه ما اثرش على الماتش خالص بص هنا على اللولو هنا هتلاقي واحد هتلاقي 1-2-8 السبورت السجواني عندها اسيست اكتر من سبيريت ديفل ولكن سبيريت ديفل كانت مهمته مش ان هو يجيب اسيست مهمته ان هو يحمي الكوجمو الخمسة 5-1-7 برافو عليك اللي قدام تريستانا 2-3-1 سبيريت ديفل لعب كويس قدر يحمي الكوجمو مش كتير لان ما كانش فيه تيم فايت ما شفناش الكوجمو كتير ولكن فعلا كان البوزيشننج بتاعه صح في التيم فايت او الاثنين اللي اتعملوا لكن كان قوته اكتر في ان هو ياخد اوبجكتيفز يطلع التوب ياخد التوب ينزل ياخد الانهبيتور بتاعت التوب لين وبعد كده هي دي كانت الباور بتاعت سبيريت ديفل واللولو الصراحه انا برضو عجبتني جدا البوت لين سبيريت ديفل ومستر ميدوسا لعبوها صح لكن الاكتر حاجه اكتر واحد عجبني الماتش ده الصراحه كان ايزن انا توقعت ان هو يروم بوت لين كتير ولكن هو فاجئني وفاجئ فريق ليرن وقرر يروم توب لين قرر يستغل الايرلي جيم بتاع في كيل الضعيف وقرر يروم توب لين حوالي 3 مرات بهدلوا الكيل يا عيني يا حرام دراجز باني بقى هايبر تانك ما كان حدش عارف يتعرف معاه يتعامل معاه هو لوحده اخد 3 من فريق ليرن على جنب وثبتهم يعني ده الصراحه السايون بقى مرعب انا مقتنع يا مورو بان اللي الميتا بتفرضه علينا يعني لازم نحاول نمشي بيه احنا دلوقتي بنتفرج في البطولة العالمية دلوقتي انا شايف كمية البيك بتاعت سيجواني جارفان جراجس
يعني تقريبا مفيش جيم اتلعب خالي من الثلاثه دول، مع الريكساي في التوب لين، التشوجاس مع الموكاي مع الشن. يعني الجيم ما ينف... يعني اه ليك الحق ان انت تختار وليك ستايل اللعب بتاعك، ولكن انك تختار الكيل بعد ما شاف زاين، بعد ما شاف البيك بتاع زاين ان هو يختار كيل، ايه الاستراتيجيه اللي كانت موجوده في دماغك؟ ولو كانت استراتيجيه صح ما كناش شفنا السكور ده. اتمنى ان انت تراجع نفسك، اتمنى ان احنا نشوف توب لين مختلف تماما عن اللي احنا شفناه من فريق ليرن. ولكن برافو برضو، انتوا فرضتوا اسلوب لعب كويس في الايرلي جيم، ولكن مستنيين نشوف الجيم الجاي ايه اللي هيحصل. انا برضو عجبني الايرلي جيم بتاعهم قوي الصراحه فريق ليرن. يعني عندك فرق كتير لما يبداوا يخسروا اوبجكتيفز في الايرلي جيم بيركن على جنب يقول لك اه لا خلاص احنا خسرنا الجيم ديت، ولكن هم فضلوا يمشوا ورا لقوا الجانجلر راح توب، لقوا ايزن راح توب، قال خلاص احنا هناخد الدراجن، او خلاص خدوا انتوا توب تاور احنا هناخد بات تاور. كانوا بيردوا على الاوبجكتيف باوبجكتيف، هو ده المهم. على العموم نعمل اللوبي دلوقتي عشان نخش جيم 2. حاليا النتيجه 1-0 لفريق باد انتنشنز. ونتوقع ايه؟ نتوقع نشوف ايه الصراحه؟ هل نتوقع نشوف الكوجما لولو تاني، ولا تفتكر فريق ليرن هيعملوا لهم بان؟ انا شايف دلوقتي ان اللولو كمان، عايزين نقول معلومه حلوه قوي اللي عن اللولو بعد النرف اللي حصل لها في الربيع اللي فات او الشهر على العموم. هنطلع فاصل دلوقتي يا جماعه على ما الناس تخش اللوبي، ونرجع لكم تاني ان شاء الله بجيم 2.
رجعتوا هنا يا جماعة بعد جيم 1، يعني جيم جامد جدا من باد انتنشنز. قبل ما نتكلم عن تفاصيل الجيم، عايزين بس نتأسف لكم يا جماعة لو في مشكلة في الصوت، احنا بنحاول نحل المشكلة دلوقتي وإن شاء الله هتتحل مع الجيم الجاي. طيب نتكلم بقى على الجيم الأولاني، قول لي رأيك في اللي حصل. يعني باد انتنشنز كانوا عاملين أنا صراحة هو الجيم بدأ بالراحة، الجيم بدأ بالراحة، ولكن شوية شوية كده بدأ فريق باد انتنشنز يسخنوا ويخشوا الجيم. زي ما شفنا أول لما خدوا البارن، الجيم شبه انتهى في ساعتها على طول. أول لما بدأوا يجروب أب ويعملوا الفايتات ديت، باد انتنشنز سيطروا على الماتش، فالجيم زي ما هو بدأ بالراحة فجأة كده اتفتح. يعني خلص في حوالي كام، 25 دقيقة على ما أظن، يعني خلص في أقل من نص ساعة، ودي علامة ان فعلا باد انتنشنز كانوا عارفين الوين كونديشن وعرفوا ينفذوها حلو. بس السكور كان قريب من الاول، يعني في الاول كان السكور كلوس، يعني الواحد كان قال ايه ده. فالاول الصراحه فريق ليرن لعب حلو جدا، انا كنت يعني فخور جدا بيهم لما شافوا فريق باد انتنشنز بيعمل بلاي توب. في نفس الوقت فريق ليرن قال طب تعالى نعمل احنا بلاي بوت، ناخد حاجه لحاجه. كانوا ماشيين حلو جدا، ولكن وصلوا المرحله اول لما باد انتنشنز بداوا يعملوا السبليت بوش، بعتوا كوجما لولو توب لين، بعتوا سايون بوت لين. اول لما بداوا يعملوا السبليت بوش دوت، فريق ليرن الصراحه اتفتت، ما كانش عارف عايز يعمل ايه. ان كانوا بيبعتوا الكيل لوحدها، الكيل عماله تموت لوحدها. ايزن استغل الفرصه دي، كان عمال بيتحرك على كل حته في الماب. ليرن الصراحه ما كانش عندهم حاجه يتصرفوا مع السبليت بوش من فريق باد انتنشنز، واي ثينك هو ده اللي قضى عليهم في الاخر. حاجه كنا بنتكلم عليها اللي حصلت في الجيم ده، كنا بنتكلم عليها قبل الجيم، اللي هو موضوع ان عندك جول في الجيم وازاي تتاقلم مع الموقف. يعني كان ممكن يرياكتوا للبوشنج بطريقه تانية بس ما عرفوش. ممكن برضو يكون الاوبجكتيف بتاعهم، يعني هم عندهم اوبجكتيف بس بدل التنشن خلوهم يلعبوا الجيم بتاعهم بحيث ان هم عملوا بوش، فعشان كده خلوهم مش عارفين يتصرفوا ازاي. صح 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 هو ليرن لا اسف، زي ما قلنا باد انتنشنز سيطروا، يعني بدأوا فجأة كده قالوا يلا يا جماعة يلا احنا هنلعب بيهم شوية. وهم صراحة لعبوا بلون لون، كانوا مش عارفين يعملوا ايه، كانوا بيجروا في كل حتة على الماب، باد انتنشنز بيتحركوا بيهم شوية هنا شوية هنا. شفنا كذا مرة ليرن الصراحة اللي احنا ما شفناهوش من ليرن اكشلي، ان هم ما كانوش هم اللي بيعملوا كول اكتف، كان كل الكولات بتاعتهم رياكتف لحاجة باد انتنشنز عملتها. يعني باد انتنشنز بيقول لك يلا نجانك توب، يقوم ليرن يقول لك طب احنا هنعمل كذا، لو كل حاجه بيقول لك طب احنا. طب ما انت لما بتعمل كده انت بتجيف اب ادفانتج، كل ما كل شويه بتعمل رياكتيف كول رياكتيف كول رياكتيف كول. لا انت برضو لازم تعمل اكتيف كولز من نفسك. مثلا يعني كنا ممكن نشوف من ليرن بريشر اكتر على الميد لين. الاوريليان سول الصراحه ممكن تجانكو، هو سهل جدا تجانكو كوروك كمان بالذات، فلو كنا شفنا تركيز من وورويك على الميد لين او ممكن حتى على التوب لين يساعد الكيل، كانت هتفرق جامد جدا. لكن وورويك الصراحه ركز اكتر على بوت لين، ودي كانت غلطه كبيره من فريق ليرن. يعني هو اكيد فريق ليرن هي يعني يحاول يأدبت الموضوع ويتفرج يعني في دماغه ايه اللي حصل. لا انا ممكن العب جيم بطريقه تانية، ممكن العب الجيم بتاعي، احنا سرحنا شويه. الموضوع ده بيحصل في وسط الجيمات، ان خلاص انت الفلو بتاع الجيم ماشي بطريقه وانت مش عارف تقف. يعني ساعات الفريق بيكون محتاج يقف يفكر للحظه، اعمل ايه دلوقتي، اكمل ولا يعني اكمل في الخطه اللي انا ماشي فيها ولا ارياكت للناس اللي قدامي. هم ممكن يكونوا كان عندهم خطه هتكسبهم الجيم بس قرروا يرياكتوا للباقي البوشنج بتاع باد انتنشنز، فده يعني خلاهم يخسروا الجيم او خلاهم في موقف ضعيف. صح صح نقطه كمان تتقال الصراحه، ان فريق ليرن زي ما انت قلت، انت طبعا لما تبدا الموضوع يبدا يضيع منك بتحس ان هو بتحس باليأس. لكن طبعا ليرن انا حاسس ان هم كان ممكن يتعاملوا جدا مع السبليت بوش اللي تي بي اي عملته. يعني انت لما الفريق اللي قدامك يكون متفرق كده زي ما تي بي اي كانوا متفرقين، بعتوا البوت لين بتاعتهم توب، انت كفريق ليرن ممكن بقى تفورس انجيج على الناس اللي واقفين ميد دول، عشان تعرف ان كوجما لولو مش معاهم، فانت عارف كويس ان انت تكسب الفايت ده. فلو ليرن كانوا عملوا الانجيج دوت ميد، كان ممكن يخشوا فايت ويطلعوا منه بحاجه، زي ما هم كان في فايت الصراحه شبه كسبوه لما عرفوا يقتلوا الكوجما. ده كان الصراحه الفايت الوحيد الكويس اللي ليرن عمل كده، لكن غير كده الصراحه الفايتات بتاعتهم التيم فايتنج بتاعهم كان ضعيف ومحتاج شغل كتير، محتاج كوميونيكيشن احسن من كده بكتير. بس انا بصراحه شايف ان هم عندهم فرصه ان هم يحسنوا من نفسهم، الفريق مش ضعيف خالص، الفريق بيلعب يعني خد بالك، هم بيلعبوا فريق لعب في الفاينل البطوله اللي فاتت، دخل برضو يعني في كذا بطوله احنا عملناها، فمش اول بطوله ليه.
البلاير بتوع الليرن ممكن يكونوا اول مره يلعبوا مع بعض في البطوله دي، هو ممكن يكونوا بيلعبوا تحت اسم تاني بس اول مره يلعبوا، يعني نفس البلايرز يتجمعوا تحت تيم واحد، فدي برضه حاجه جديده عليهم. ممكن يشتغلوا براكتس اكتر التيم، يعني الناس عندها التيم عنده بوتنشال صح، مش تيم يعني ضعيف. لا هو التيم الصراحه عنده بوتنشال، يعني ليرن الصراحه انا لاحظت الكوميونيكيشن بتاعهم حلو جدا، يعني على طول الرياكشن بيبقى سريع. لما شفنا اول لما جانك بدأ التوب لين على طول شفنا وورك بيتحرك على بط، دي مع دي علامه ان الكوميونيكيشن بتاع الفريق دوت كوميونيكيشن قوي. الفريق ده الجانجلر بيتكلم مع السبورت بتاعه، بيتكلم مع الميد، طول ما انت عندك كوميونيكيشن ديت انت بس محتاج اكتيف شوت كولينج، انت مش كل حاجه تبقى رياكتيف، انت محتاج برضو اكتيفيتي. يعني انت كجانجلر مثلا الوورك الصراحه من فريق ليرن، انا لو منه كنت ابدا اسال اللينز بتاعتي طب ممكن اجانك فين، ممكن اجانك مين فيكو، طب يلا نحاول يلا نعمل. لكن هو الصراحه ما كانش بيعمل كده، لكن غير كده الصراحه البوت لين بتاعت ليرن لعبوا كويس، لعبوا سيف. البوت لين كانت صعبه، يعني تريستانا طارق هي بوت لين تعتبر ضعيفه شويه في الايرلي جيم ضد كوجلولو، لعبوها سيف، لعبوها بطريقه ان هم طلعوا من اللين مش فار بيهايند قوي، فدي الحقيقه يتقال بوت لين بتاع ليرن لعبها حلو. لاخد بس على الدم الشورت معانا، يا نهار اسود على كاجما، يا نهار اسود على كاجما، بس بيلعب في جيم تاني. هو لوحده 23000 في جيم ما طولش اصلا، الجيم ده لو طول كان الشورت دوت هيبقى منظر اوحش بكتير. على العموم لكن برضو بص الناحيه الثانيه، المال ظهر عمل دامج حلو، التريستانا برضو كانت ظاهره في الجيم زي ما قلنا، وورويك مش ظاهر خالص 3000 دامج، انت كوورويك ما ينفعش تطلع ابدا عامل دامج اقل من التانك بتاع الفريق اللي قدامك، يعني انت بروزر ما ينفعش تطلع بدمج اقل من التانك. فزي ما قلنا الورك لازم يشتغل على اكتيفيتي اكتر من كده شويه. التستانا الصراحه لعب حلو، عنده كذا غلطه بوزيشننج في الفايتات، كان ممكن الدمج بتاعه يبقى منظره احسن من كده بكتير، لكن كذا غلطه بوزيشننج في الفايتات كان بيجري اكتر من ما هو بيضرب. المال ظهر نفس الكلام، كان واثق في الشيلد بتاعه بزياده فدخل في وسط ثلاثه، طبعا اتعمل له ستان ومات في ساعتها. ف دامج شارت لذيذه الصراحه فريق ليرن، الكيل ما كانتش ظاهره في الجيم، 4300 دامج يعني ده شبه ولا حاجه، انت يا دوبك عملت دامج اكتر من السبورت بتاع فريق اللي قدامك ده ولا حاجه. طب تعالى نتكلم على الام في فيز بتوع الماتش، نتكلم على واحد من هنا واحد من هنا، لو عن من فريق ليرن تعالى نبدا بيهم، مين في رايك انت الام في بي او اكتر واحد كان مؤثر في الجيم؟ قرارات ده الصراحه سؤال صعب، عشان الصراحه حاسس ان فريق ليرن كلهم ممكن يلعبوا احسن من كده بكتير، يعني كلهم ده ما كانش الاداء الاحسن بتاعهم، كلهم عندهم بوتنشال اكمل من كده بكتير. المال ظهر ممكن يكون لاعب حلو فعلا، يعني هو المال ظهر احسن واحد لعب فيهم، تريستانا عمل غلطات بوزيشن كتيره كان ممكن اديها له، لكن البوزيشنينج بتاعه كان وحش قوي الصراحه. المال ظهر هديها له، هو عرف يقف قدام اللين يسد ضد ايزن، كان ماشي معاه في الفورم مع انه كان المفروض يسبقه شويه، بس هو كان ماشي معاه، كان بيرد الروتيشن بتاع ايزن يقوم هو عامل روتيشن الناحيه الثانيه او يجري وراه حتى كذا مره. فالميد لينر بتاع ليرن انا عاجبني وهركز معاه اكتر الجيم الجاي عشان حاسس ممكن يلعب حلو. طيب ناحيه بقى الباد انتنشنز، باد انتنشنز فعلا الام في بي بالنسبه لي ايزن ده 100%، الراجل الصراحه هو شال الفريق على كتفه وقال يلا بينا يا جماعه يلا بينا، هو خد فضل يروم توب لين كل شويه مزعل الكيل، عمل رومايا اي ثينك بوت لين برضو لما كيل عملت لين سوب، هو كان دايما بيدور على الكيل، يدور يجري وراها كل شويه يجيب كيل عليها. والسجواني برضو الصراحه جاست كيلز لعب حلو جدا، كنت بفكر اديله الام في بي هو كمان الصراحه، حتى شفنا الدامج شورت بتاعه كان رهيب، هو كان عنده امباكت قوي جدا في الجيم، وده كان اكزامبل اوف ان اكتيف جانجلر. السجواني كان دايما بيدور على فرصه يالت، فرصه يفلاش كيو لقدام يقفش بيها حد من فريق ليرن، وفعلا عرف يقفش كذا حد وفي الاخر جابوا بارن بسبب السجواني. تمام خلاص، احنا هنطلع فاصل قبل ما نروح لجيم 2، وقبل ما نطلع فاصل نحب نشكر اي ام دي المين سبونسر بتاع البطوله بس، وان شاء الله يا جماعه المشكله بتاعه الصوت هتحل عشان الناس اللي كانت بتشتكي من موضوع الصوت، بس هنطلع فاصل ونرجع لكم ماتش بتاني ماتش ان شاء الله. We'll be right back.
نرجع معانا مرة أخرى جيم 2 من Bad Intentions versus Learn. النتيجة يا جماعة 1-0 لـ Bad Intentions. المرة دي هيبقوا Bad Intentions على إيدكو الشمال هم البلو سايد، وفريق Learn Gaming على إيدكو اليمين هم الريد سايد. شايف دلوقتي جراجاس وريكساي هم البان، زي ما نشوف دلوقتي تي بي اي هردوا ببان لمين تفتكر هيبانوا مين؟ اوه كاسدن بيطير كاسدن على طول، عشان دلوقتي البان دلوقتي بدأ يتجه لناحية الناس اللي الخطر المعروفين عالميا بانهم خطر. جراجاس بيتشال، ريكساي بيتشال قدامه، زاك بيتشال قدامه، والكاسدن، وهنشوف البان الجاي. طبعا اول بانين بحترمهم جدا بان الريكساي وبان الجراجاس. الجراجاس بعد النيرف اللي خده اخر حاجه اتقال ان هو خلاص كده مش هيلعب جانجل وهيستنوا الريورك بتاعه، ولكن الجراجاس بيثبت نفسه وادي الواكنج من التي بي اي عشان يمنعوا التوب لين او الجانجلر من فريق ليرن ان هو يلعب بيه. انا مستغرب جدا ان فريق ليرن لحد دلوقتي ماشي نفس البانز اللي عملها في جيم 1. توقعت اشوف بان هو اخيرا فعلا البان لولو، بس توقعت اشوف بان للكوجمو بيرد عليك على طول ببان لولو. ولولو قبل ما نطلع الفاصل بعد الماتش الاولاني كنت عايز اقول لك ان هي خدت نيرف في البيز اتش بي بتاعها، وده اللي خلاها دلوقتي تبقى اقل شويه في البيك ريت بتاع ال سي اس. لولو متبكة حوالي 14 مرة، ولكن الوين ريت بتاعها 36%. تمام، ولكن دلوقتي الميتا بتاعت التانكس هي اللي مخلية في متعة شوية، لان التانك دلوقتي يقدر يضيف جوه التارت، يجيبك من تحت التارت ويطلع سليم. هي متعة للفرجة مش متعة لو انت بتلعب. بالظبط كده. تريستانا بنشوفها هي في البيك للبوت لين بتاع تي بي اي، هيلعب بالتريستانا قدامه ليسن. انا مستغرب جدا من ليسن بيك ده الصراحة، في لسه في جانجلرز اقوية موجودين، في السجواني، في تشوغات شفناه بيتلعب جانجل كذا مرة، ممكن حتى إليس يا راجل، لكن إليسن الصراحة مش في مكان حلو دلوقتي. والصراحة الإيرلي جيم جانجلرز ما بقاش عليهم بريشر على قد ما التانك جانجلرز. ليسن كيتلين دي مفاجأة، دي مفاجأة، مع إن الكيتلين الصراحة الناس بدأت تقول إن هي بدأت ترجع للميتا شوية، بدأت تبقى قوية تاني. بالظبط، بعد آخر باتش اتقال إن الكيتلين رجعت زي الأول، وأنا شفتها كمان في البطولة العالمية. ولكن دلوقتي بنشوف أنس هيجيب الجنة بتاعته المفضلة ولا الأليستر. هنشوف آخر 4 ثواني والأليستر بيتبك. أنا مش عاجبني خالص البك دي، أليستر ضد كيتلين مش عاجبني خالص، عشان كيتلين لو هو مصح صح ممكن يهرب من الدبليو كيو بتاع أليستر. موكاي لوكت إن دلوقتي، ده غالبا هيبقى موكاي توب لفريق باد انتنشنز. أنا عاجبني جدا البك ده، شفناهوش الجيم اللي فات. انا كان نفسي اشوفه لان هو كان فعلا متبان الجيم اللي فات، ولكن دلوقتي متبانج وموكاي بيرجع تاني في الجيم. وبالمناسبة كده موكاي هو الاسم نفسه جاي من تحريف كلمة I am oak اللي هو انا بلوط، هو جاي من شجر البلوط ده. اسم موكاي جاب من هنا. ليسن بيبدأ يبان تاني، الاتنين بان، ودلوقتي فيه بقى حاجة كانسر كده ظهرت. انا شايف الشامبيون اللي تحت كيتلين ده، لا مش عايز انطق اسمه، انا شايفه كده مش احنا هنشوف كمية يعني تنطيط في الميد لين بعمرنا دلوقتي. الكاسيوبية بتتبان وقدامها إيريليا. يا هم عارفين كويس قوي الإيريليا بتاعت التوب لينر لفريق لان بتخوف. الكاسيوبيا بان عشان كاسيوبيا واحدة من الكاونترز للفز. شوف البان الاخير هيبقى مين، هل هيبقى اوريليان سول؟ احس ان اوريليان سول لازم يبان، او سجواني لسه عندهم اخر بان، هيبقى مين؟ هيبقى سجواني على سجواني. برافو كده، هو كده بيجيب الليسن بيحكم شويه الجنجل اللي هيبقى قدامه، فبيشيل من قدامه احتمال السجواني، عشان لو هو بيعرف يلعب بالليسن كويس يقدر يعمل المخطط اللي هو اكيد مختار ليسن عشانه، لان احنا هنا مش بنختار اختيارات عشوائيه. يب، اخر بان دلوقتي من فريق تي بي اي هي الجانا. خايفين من الجانا كيتلين لين، عشان هي فعلا لين صعب جدا تلعب ضده، لكن الثراش ثراش كيتلين بوت لين انا عجبني جدا. ثراش ضد الستر عجبني جدا، نفسي فعلا يكون هو ده اللين اللي احنا عايزينه. الرينج بتاع الكيتلين، اللانترن بتاع تريش اللي محدش بيرضى ياخد اللانترن بتاعه، مش عارف ليه زعلانين منه. دلوقتي هيبقى فيه بوت لين جحيم قدام تريستانا مع ليستر، الكومب الكويس اللي انا بحب تريستانا مع ليستر، كومب معروف. اللي تشو هنا بيتبك في التوب لين، وكده موكاي رايح ناحيه الجنجل اعتقد، او ممكن نشوف العكس. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. هو دلوقتي الصراحه فريق بدن تنجز معاهم 3 تانكس، هم محتاجين دامج سورس غير تريستانا، محتاجين حد بيعمل دامج كتير جدا في الميد لين.
اوريانا افيلبل ممكن، او ممكن اوريليان سول تاني لو عايز. بوم اربعه تانكس، اربعه تانكس ساكوم سماوك يا زيكا، بتقول التانكس هي المتا. قالوا يلا بينا دلوقتي بيترد عليها بحاجه بقى ملهاش دعوه بمتا ولا مش بمتا. دلوقتي إلاوي والاله بتاعها ناجا كيبوروز هيطلعوا دلوقتي في التوب لين، لو طلعوا هنشوف اللوامس بتاعت ناجا كيبوروز وهنشوف إلاوي في التوب لين. وبالظبط خلاص 60 ثانيه. انا عاجبني جدا إلاوي. اقول لك ليه عاجبني إلاوي؟ عشان إلاوي معروف لما تفتح الت بتقعد لايف ستيل من الالت بتاعها، من الضربات بتاعتها جوه الالت. الفكره هنا انت لما تلعب ضد إلاوي انت عايز يا اما تبعد عن الالت بتاعها يا اما تعمل لها بيرست لو تقدر. الفكره هنا هم اربعه تانكس، اربعه تانكس مش هيعرفوا يعملوا لها بيرست، فهي تفضل فاتحه الت تفضل تلايف ستيل تلايف ستيل تلايف ستيل مش هيعرفوا يقتلوها. فانا عجباني إلاوي. مورو انا عايش دلوقتي في كابوس يا مورو، دلوقتي سيبني في حالي دلوقتي بأليستر موكاي تشوجاس جاليو. يعني هنشوف دلوقتي الهيرويك انترنس من جاليو، وهنشوف إلاوي، هنشوف ثريش فيز، يعني هقول اسمه مش مشكله، بس خطر 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 جدا الكومب بتاع تي بي اي. عشان لا زي ما انتم ملاحظين الدم الوحيد اللي بيعمل دامج عندهم او دامج كبير يعني هي التريستانا. التريستانا بس يعني اعتقد هي دي اللي هيكون هيضايق، وده هيكون في الليت جيم. يعني هو اللي تشوب الالت بتاعته لو قدر يخطف الكيتلين الموكاي، طبعا هي الالت بتاعته هي دي اللي هتكون التيم فايت، محور التيم فايت. انا شايف ان كل التانكس اللي قدامنا كمان يعني بينجيجو، مفيش تانك بيسبلت اعتقد نوعا ما، غير يعني ان احنا لو شفنا موكاي دلوقتي هي الالت بتاعته هي بدايه التيم فايت، بتشوفها جاي من بعيد عليك. اللي تشو بيدخل بالكيو عشان يشوف اي حد يقطمه. الجاليو ممكن يسبلت، ولكن في الوقت المناسب هنلاقيه نازل من السماء بيضرب في الارض. فعايز اشوف، عايز اشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. هل كلها هتبقى دايره واحده كله عمال بيضرب كله بيعجنوا في بعض بالاربعه تانكس دول، ولا هيبقى ايه الدنيا؟ انا في حاجه لسه ملاحظها، ده موكاي ميد. ثانيه واحده، ده موكاي ميد، ده انا كنت فاكر كل ده جاليو ميد. انا فاكر جاليو ضد فيز ميد، ولكن دراجز ماني وايزن مع ماروش سواب، ده شكله كده موكاي ميد ولا ايه؟ ممكن يدخل جيم مش عارف مورو بيك غريب شويه، ولكن يعني قدام فيز هل هو اختار ده قدام فيز عشان يحاول يقف قدامه ولا ايه الدنيا؟ مش فاهم. زيرو. على العموم قبل ما نخش الجيم كده وكده هنخش كمان شويه، نقطه كمان عايز اقولها، ان الجاليو معروف في الايرلي جيم بتاعه بيعرف يبوش بسرعه جدا. فهو انا لو بلعب جاليو عاده بتبوش بسرعه الايرلي ليفل 1 2 3 تبوش وتدور على روم في اي لين. الكيتلين الكيتلين اللين بتاعها بتكون بالرينج بتاعها بتقدر تكلير قدامها تريستانا. هنشوف تيم فايت حلو بينهم هما الاثنين، هنشوف تريدز قويه جدا بينهم هما الاثنين، تريستانا والكيتلين الاقرب القلبي. هنشوف كمان الفيز قدام الموكاي مين هياخد الفارم، مين هيبوش اللين اكتر، هل هو الفيز ولا الموكاي؟ هنشوف منه استراتيجي من ايزن قدام فيز. تريش قدام أليستر، هنشوف الـ 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 الدور بتاع كل واحد فيهم. مش عارف ولسه برضو عايز ادور على البيك بتاع ليسن قدام تشو. الايرلي جيم بتاع مين هنشوف حاجات كتير هتتحدد. ليسن اقوى في الايرلي جيم، لكن من اول الميد جيم وانت طالع تشو هيبقى هايبر تانك، مش هعرفوا يتعاملوا معاه الصراحه. الوحيد اللي يعني فز بيعمل ماكس اتش بي دامج، هو ممكن يتعامل مع التانك. ثانية يا جماعة، الجيم باجد، ده طلع مش سبكتيتر باج، لا ده بيجي عند باج عند البلايرز برضو الفريقين. فبالتالي هنعمل ريميك للجيم تماما ونخش بالسيم بيكس. لسه باد انتنشنز هيلعبوا بالاربعة تانكس، الكومب اللي احنا مش مصدقينها الصراحة. ليرن ناحية تانية كان معاهم فيز، هو اللي بيعمل دامج جبار على التانكس الكيتلين. هم كل فترة كده بيدونا يعني ايه، ناخد راحتنا، ناخد نتعمق شوية في البيكس اللي كل تيم بيختارها. فكرة كيتلين كايدي كاري مش من اقوى الايدي كاري زي تتعامل مع التانكس، يعني هي قوتها في السيجينج لكن قوتها مش في التعامل مع التانكس ابدا. كيتلين دلوقتي بص يعني انا بشوف البان بتاع الكيتلين ده ليه؟ لان الميتا بتاعت التانكس دلوقتي زي ما انا قلت من شوية هي اللي رجعت كيتلين ورجعت كاليستا كمان للبوت لين، لان التانكس اللي الميتا بتاعتهم بتخليهم زي ما بقولك يدخلوا انجيج، يعني سجواني بتدخل
أليستر هيدخل، عايزين اللونج رينج اللي وراهم هو اللي يجيب البوزيشننج بتاع الايدي كاري. فبالتالي ان انت تجيب كيتلين انا مش شايفه بيك وحش، ولكن هل انت هتفوكس مين؟ انت دلوقتي عايز توصل لتريستانا من ورا اربعة تانكس، انت دلوقتي عايز توصل للايدي كاري الاتاك دامج بتاعهم الاصلي او البيور اللي هو تريستانا، هتوصلها من وسط اربعة تانكس ازاي؟ هنا هي دي هي دي بقى ايه قوة الفز. الفز اي ثينك هو الوحيد اللي ممكن يعرف يوصل لتريستانا، او ممكن لي سين كيك حلوة لو عرف يعملها، لكن فز هو الوحيد اللي ممكن ينط فوق الناس دي كلها، يعمل ايه واحدة يجيب الاربعة وينط يوصل لتريستانا في حضنها. فهو الوحيد ممكن يوصل لها صراحة، ولو وصل لها تبقى مصيبة لباد انتنشنز. الاربعة تانكس مش عارف يعملوا حاجة من غير الدامج ديلر بتاعهم. على حسب ما هنشوف من لعب فز هيكون ايه الدنيا. تعال نشوف التشوجس اتبك حوالي 15 مرة في بطولة العالم واتبان 13 مرة، يعني بمجموع 28، يعني situation pick or band. التشوكس ما بيتسابش في جيم غير باند او بيكت. يب 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 الوين ريت بتاعه 40%. ما دي فكره ان على الويلد ستيج الصراحه الناس بداوا يعرفوا ازاي يلعبوا ضد الشوغث، ازاي يلعبوا حوالينه، عشان كده الوين ريت بتاعه مش جبار. ولكن احنا الصراحه المستوى ما هواش زي طبعا مستوى فاناتيك و اتش 2 كي والكلام ده. اكيد اتش 2 كي مين اسف مش اتش 2 كي كلاود 9 وسي 9 والكلام ده اللي كانوا بيلعبوا هونج كونج اتيتيود بالظبط. الناس دي كلها بالنسبه لنا دلوقتي الشوغث لسه من اقوى البيكس. الرايتشز جلوري كومبو، يعني هو لما يكون معايا رايتشز جوري يشغلها يطلع يجري على الايدي كاري بتاعك. لسه ممكن يستخدم ستون بليت الت اوت عمله نيرف الكلام ده، ولكن هو لسه قوي بيديله حبه هيلث برضه محترمه لسه بتاثر على الالت بتاعه. فبالتالي ممكن لسه يخد فجاه كده تلاقي كيتلين بتاعتك اختفت في وسط الفايت او الفز اختفى من وسط الفايت. هو ده اللي انا مستني اشوفه فعلا من تشو. أليستر هنا اتبك 14 مرة اتبان 11 والوين ريت بتاعه 27%. ده مين؟ أليستر. أليستر فهل هنشوف أنس النهاردة بأليستر شكل عامل ازاي، خصوصا ان أنس من المينز بتوعه أليستر بسبيريت ديفل. فهنشوف النهاردة أليستر هيعمل ايه. تريستانا زي ما احنا قلنا الوين ريت بتاعها بيبقى 50%. السجوان اتبان اعتقد من البنات الموفقة يعني فريق ليرن طبعا لان عذبهم. انا شايف الصراحة في اول روتيشن احنا شفنا ريكسايت عمل له بان وزاكت عمل له بان، كان في جنجل سكيل اتعمل لها بان، ولكن فريق تي بي اي عمل فيرست بيك لتريستانا. ودي صراحة ما كنتش يعني طب التريستانا ما اثرتش قوي، التريستانا بتاعت ليرن ما اثرتش قوي على الجيم بتاع جيم 1. فبالتالي انت ممكن تستغل الفيرست بيك بتاعتك دي تاخد السجواني تاني عشان تعرف ان جاست كيلز مستريح السجواني عارف ان هو ممكن يكاري الجيم منها. فانت لو الفرصه دي جات لك ما كانش المفروض تضيعها وتاخد التريستانا. ولكن في الاخر كده وكده جالهم السجواني اتعملها بان وجالهم بدلها تشوغاث اللي هو لسه يعتبر ميتا زي ما احنا قلنا. لكن نقطه الالستار اللي انت قلتها المتفق معاك ان هو ما بقاش ميتا للاسف، يعني بحبه جدا الشامبيون ده، لكن في بلايرز معينين اللي عارفين الستار كويس بيعرفوا يخلوه يشتغل في اي ميتا. يعني انا فاكر برضو فتره على ما اظن كانت الويلز اللي فاتت كان ماتا كان بيلعب الستار كان برضو ما كانش ميتا ساعتها ولكن لعب الالستار وشبه عمل كاري للجيم لوحده ليفل 3 فجاه ساب بوت لين راح على ميد عمل كومبو على كان بيلعبوا ضد تي اس ام على ما اظن عمل كومبو على بيركسن قتل بيركسن وخلاص الماتش خلص مجرد من روم واحد. فالستار عنده روم بوتنشال رهيب 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 وعنده كل بوتنشال ان لين برضو جامد جدا بالذات بعد الريورك والستان بتاعته. هنتكلم عن الماتش اب الثاني طبعا ما ورناش حاجه لغايه ما الجيم يرجع، ولكن عايز اكلمك عن حاجه كده يعني اتقالت وهي لعيبه النورث امريكا ولعيبه اليوروب. لعيبه النورث امريكا نقاش ده بقاله 50 سنه. النقاش ده يعني لغايه دلوقتي بيصير جدل على يوتيوب، بيصير جدل على موقع الاناليسيس بتاعه ليج. لعيبه ال ان ايه في البطوله دي او خلال التصفيات اللي فاتت كان الفوكس بتاعهم على الايرلي جيم لين بوشينج. تمام، ان هو عايز يكسب الايرلي جيم، ان البيكس بتاعته كلها ايرلي جيم اجريسيف، بياخد المينيونز بتاعتهم بيضيعش فارم. اللعب بتاعهم دايما كان بترسانا بالجرفان بالجاليو بالكليد بالرينكتون بالدريفن بالكوركي. كل الشامبيونز دي ايرلي جيم لين بوشينج بتدوس جامد في اللين.
ولكن اليوروب كان الفوكس بتاعهم على البيلدينج سكيلز، ان هو يقعد يبني كومب ما بين التيم كله، مش مهم ان احنا نركز على الايرلي جيم ولكن هنضحي بيه في مقابل ان احنا نجيب كومب حلو يكسبنا التيم فايت. فبالتالي كان بيضحي بالايرلي جيم من الشامبيونز اللي كانوا بيبكوهم عشان يعملوا الكومبوزيشن دي: ريكساي، جراجاس، كوجمو، وبروم، تويتش، ثريش، كاسادين، جراجاس، نار، كل الناس اللي هي بتدخل في التيم فايت يكون ليها بوزيشن معين، يكون ليها انجيجمنت معين، فبالتالي تحقق الفوز. ولكن اتقال او من وجهة نظر بعض الناس ان نورث امريكا كانت الافضل في ان هي تقتنص فوز اكتر من يوروب وان هي توصل النهائيات بالاستراتيجي دي. الهيستوري بين الاثنين الصراحة اخر سنة تقريبا اني كسبت اكتر من ايو، ولما لعبوا بعض اني كانت بتكسب اكتر. ولكن ده اكتر ان ايو الصراحه الفرق بتاعتها تفهمش، فجاه لما يكونوا انترناشنال فجاه كده بيجيبوا ورا كلهم مش عارفين يركزوا. لكن فاناتيك عرفوا يوصلوا دلوقتي للجروب ستيج بتاعت ويلد، موجوده دلوقتي وكسبت امبارح تصفيات او الفاينلز بتاعه البيست اوف 5 اللي هتدخلها، او هي خلاص تعتبر دخلت الجروب ستيج. وكلاود ناين وصلت، فهنشوف الفترة الجاية هيكون ايه الدنيا. ودايما لما بتناقش مع ناس في الموضوع ان 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 كاليستا ليه دايما كاليستا بان، ليه دايما جارفان هو البيك، ليه سجوان هو البيك، انا مفيش جيم بيخلى من جارفان، بيخلى من سجوان، بيخلى من جاليو، جراجاس. امتى هنشوف الناس الجديدة؟ بيقولك ان احنا لما هيدخلوا الجروب ستيج هيتغير كل ده. هل ده متوقع ولا يعني ولا بيلتزموا بالميتا، بيلتزم باللي هيكسبك؟ لا، ما انت خلي بالك، انت دايما دايما لو التزمت بالميتا هتبقى خلاص فريق قدامك عارف كويس انت هتلعب ايه وهتلعبها ازاي، فهيعرف يلعب ضدك. فانت دايما دايما لازم تبقى مجهز مفاجأة او مفاجئتين. زي ما شفنا السنة اللي فاتت لو فاكرين في الورلد شامبينشيب، مش فاكر كان اني فريق اللي جاب الام اف سبورت، بهدلت سولو كيو لمدة خمس شهور مكان يعني تقريبا اس كي تي. كان قدام روكس، كان روكس اللي اخترعوها، مش روكس اللي اخترعوها على ما اظن، هم اللي اخترعوا المس فورتشن سبورت، لكن ممكن ابقى غلطان. كان مس فورتشن اش عملوا الكومبو واس كي تي ما كانوش جاهزين، لا والعالم كله بدأ يلعب ام اف سبورت يعني، واس فجأة كل ام اف في الدنيا قالت بس انا عرفت انا هلعب ايه يا جماعة، وسع يا ابني، بلا جنة بلا قرف، فاتية جديدة، انا داخل بسفورشن يا جماعة. بالظبط، يعني حاجة كانت برضو حاجة غريبة زي اللي احنا برضو بنشوفها الفترة دي. وفي ناس متفق عليها طبعا، ازريال جنجل. ده الصراحه ما ظنش احنا نشوفه. انا شفته 3 4 مرات في الجيمز اللي فاتت، من تيمز الصينيه اللي مشاركه، من تيمز معينه. الازرائيل الجنجل برضو ظهر ظهر في ويلدز، لكن مش هيظهر هنا، ما اظنش مش هيظهر هنا طبعا. خلي بالك ازرائيل الجنجل مش سهل يتلعب. الناس فاكره ده سهل جدا، انت بس تضرب الكيو كل شويه وانت كده عملت رايك. لا، انت ازر الجنجل انت لازم تستغل الايرلي جيم بتاعته بطريقه رهيبه، لازم تسنوبول الجيم. لو انت ما عملتش سنوبول للجيم انت هتفول اوف، الدمج بتاعك مش هيبقى قوي زي الاول. ازر من غير تير قوته كلها في الايرلي والميد جيم، بعد كده انت خلاص شبه مالكش لازمه. فالازر الجنجل صعب يتلعب وهنشوفه في ويلز اكيد، لكن اشك ان احنا نشوفه النهارده. نقطه كمان عايز اجعلها كاليستا، عشان الناس في ناس كتير مش مقتنعه بكاليستا عشان الرينج بتاعه صغير، لكن يا جماعه نهار اسود على كاليستا. لما الواحد يلعب مع كاليستا كويسه، ما اقولكش كاليستا عندها بوكينج في اللين رهيب رهيب، عشان الاي بتاعتها بتريست لما تقتل بيها مينيون او اكتر من مينيون، على ما لا رجعوها بقت مينيون واحد بس بتريست. فبالتالي تلاقي كاليستا زي كويسه بيحطوا بيستاكوا السبيرز بتاعتهم على كذا مينيون، يقوم فجاه داخل يتغش مع الاي دي كاري اللي قدامه، يقعد يلبسه سبير اتنين او ممكن كيو هاية، يقوم عامل ايه فجأة كده الايدي كاري اللي قدامه يعني 30% من الاش بي بتاعه. دلوقتي المسمى بتاعها السمايت بتاعت الكاليستا، البارن بتستاك عليه برضو، الدريك بتستاك عليه، بتاخد بالايه على طول كأنه سمايت على طول، تلاقي فجأة البارن ضاع الاش بي بتاعه وفجأة معاك، او الدريك نفس الموضوع. يعني غير ان هي كويس فلين لو بشكتف كنترول زي ما انت قلت، والانجيج بتاع الانجيج بالالت بتاعها فوريفر هيفضل مشكله مهما عملت. ممكن تخش أليستر كاليستا طبعا من الكومبوز اللي معروفه،
ليه؟ عشان فجأة كده تلاقي أليستر اختفى، وفجأة إيس فجأة كده ظهر في وسط فريقك كلكم نوك توب، يقوم عامل كيو تاني، يقوم كلكم نوك توب تاني، يقوم عامل ايه، يقوم عامل لك ستان. طب انت ما اتحركتش مكانك لمدة 5 ثواني دلوقتي بسبب الكلام ده. بالظبط كده. كاليست زي ما انا لسه قايل لك 80% وين ريت دلوقتي، اتلعب بيها 5 ماتشات بس، ماتش منهم كمان اتجاب بيه بنتا كيل من ايدي كاري اسمه وايت لوتس. كان لعبه حلو جدا بيها، ولكن للاسف اعتقد ما كملوش اللي وصلوا للجروب ستيج، ما وصلوش. فناتيك هي اللي وصلت، سي 9 وصلت، فنربخش الفريق التركي وصل برضه. فنربخش وصل النهارده، النهارده كان لعبه حلو النهارده، والتيم اللي كان قدامه وان البرازيلي اللي هو تيم وان اي سبورت برضه كان بيلعب قصاده. تيم وان كمان المفارقه ان تيم وان ما كانش بيلعب حلو خالص في بدايه التورنمنت، لدرجه ان الناس في الشات اللي على اليوتيوب بقوا يقولوا لهم انتوا مش من البرازيل، انتوا من برونزيل. تمام، وبداوا يفليموا عليهم بطريقه بشعه جدا. ولكن اللي حصل ان فريق داير وولفز اتعادل 1-3، كسب ماتش وخسر 3، مع وان اللي كان كسب ماتش وخسر 3، كسب الماتش ده في تاني يوم ليه، ولعبوا هما الاثنين ماتش فاصل، وان بيكسب وبيطلع للنهائيات او الفاينل بتاع الجروب ستيج، وبعد كده بيخسر من فيبوناتشي النهارده عشان يطلع بره الصفات وتترش وتصعد فيبوناتشي لجروب الجروب ستيج. انا عايز ارجع برضو لماتشات البطوله بتاعتنا دلوقتي المصريه. خلينا في مصر. احنا بنتكلم دلوقتي عن الميتا العالميه، والمشكله في الميتا العالميه ان هي بتتكلم في مستوى ناس لعيبه بقالهم سنين بيتمرنوا، سنين بيلعبوا مع بعض. للاسف في مصر ما عندناش نفس الخبره دي، فبالتالي الميتا المصريه مختلفه. يعني الميتا المصريه مختلفه تماما عن الميتا العالميه. مفيش مشكله ان يكون عندك ميتا مصريه، يعني بالزبط. انا مش شايف ان في مشكله ان يكون مفيهاش اي مشكله. الريجن ده بيتلعب فيه بالناس دي مشهوره، هو انت لعيبتك في مصر عندها نقط ضعف كبيره ونقط قوه برضو كبيره، فكل واحد بيلعب بيركز على ايه، يلعب على قوته. لكن مثلا في مصر نقطه ضعف كبيره عند كل اللعيبه ان بينج وحش، بينج زباله. فلما بينج يكون زباله في تشامبيونز ما ينفعش تلعبها، ما يقدرش يلعب ليسن مثلا ليسن كاليستا. في تشامبيونز ما ينفعش تلعبها الفول بوتنشال لو انت البينج بتاعك عالي. فدي مشكله ياسو مثلا. وفي نفس الوقت غير كده عندك مشكله الناس الانديفيديوال سكيل. في ناس كتيره جامده في اللادر، ولكن مش برضو بيشكلوا 1% من البلاير بيس في مصر اللي هم دايموند وانت طالع. ففي تشامبيونز اللي هي عمرها ما تستغل الفول بوتنشال بتاعها، زي برضو زي كاليستا، زي ياسو، زي ممكن نقول ليسن برضو، اليس واحدة منهم اللي بجد محتاجة ميكانيكس قوية جدا قوية. لكن طبعا قصاد كده عندك نقط قوة من الناحية التانية. النقط قوة في اللي انا شفته صراحة، اللي انا لاحظته في الميتا المصرية، ان التيم فايتنج الفرق عندنا بتحب جدا التيم فايتس، والفرق اللي بتحب التيم فايت عادة بيعرفوا التيم فايتو، يعني بيعرفوا امتى يخشوا مع بعض، يرجعوا مع بعض. الاوبجكتيف كنترول في مصر برضو حلو. يعني الفريق مثلا زي ما شفنا الفريق في جيم 1 ليرن، عارفين ان باد انتنشنز ممكن يجيبوا بيرن، فقال لك خلاص طب احنا نجيب سكاتلر عشان نشوفهم لو عملوها. يعني دي حركه مثلا ذكيه جدا، يعني ممكن حتى فريق في ال سي اس ممكن مثلا ما يكونش عمل السكاتلر مثلا. يعني طبعا بالظبط، يعني هي حركه اللي هو المفروض اللعب الطبيعي، اللي انت في عندك اوبجكتيفز بتروح، فانت بتبدا تحسب اللي موجود ايه وتبدا تورد عليه، تبدا تسبوت عليه عشان تحميه. والوقت ده كان الدريك بيتاخد وكان البارون هو اللي فاضل، فبالتالي انطلقوا عليه على طول عشان يعملوا له ورد عشان يحموه. دلوقتي عايز اتكلم عن موضوع تاني برضو معاك، بما اننا لسه قاعدين شويه وبنحاول ان احنا نتكلم مع الناس شويه. What makes a good jungler؟ ايه اللي يخليك جانجلر محترم؟ واحنا عارفين ان الفترة اللي فاتت دي يعتبر العبء بقى كبير جدا على الجانجل. هو سؤال صعب، لكن الفكرة ان انت كجانجلر انت اكتر واحد ممكن تأثر على الجيم، عشان انت اللي بتزور التلاتة رينز، انت الوحيد اللي عندك التأثير ده في الارلي جيم بطريقة رهيبة. فانا ما بحبش الجانجلرز بيلعبوا فارم جانجلرز زي وورويك او جريفز او الكلام ده. كلام ده بتفارم انت كده مش بتأثر على الماتش، لكن الجانجلرز اللي بيعرفوا يأثروا ايرلي جيم هم الاقوياء. فانت كجانجلر اللي يخليك اقوى من الجانجلر اللي قدامك مثلا،
تعرف ايه اللين اللي انت ممكن تجانكو. طب وتجانكو ازاي؟ يعني مثلا في فرق ليه سن، واحد ليه سن ممكن يحاول يرمي عليك كيو من بعيد، فانت تعرف تعمل لها فلاش او تعمل سايد ستيب لو تعرف، لكن ليه سن تاني اذكى منه بدل ما يعمل كيو يعمل وورد جامب لقدام عشان يكون واقف فوقيك، فلما يكون واقف فوقيك مش هضيع الكيو بتاعته وانت مش هتلحق فلاش، فيكون ضامن ان الكيو هتيجي. ده مثل صغير يعني، ده الفرق ما بين مثلا جانجلر واحد عنده خبرة عارف كويس قوي بيعرف يلعب الشامبيونز بتاعه ازاي، ويعرف برضو الشامبيونز اللي قدامه، يعرف مثلا ان تريستانا عندها جامب عليه كول داون 20 ثانية، فعنده 20 ثانية ويندو يجانك فيها، لو اتأخر مش هيجانك تاني. نفس الكلام مثلا بيلعب ضد اري عارف كويس قوي الالت بتاعها، عنده 3 تشارجز، فلو عملت نطه بالالت هي قدامها نطتين كمان، فانت ما تعملش فلاش بقى، ما انت ما تعملش فلاش، انت هتفلاش مره واحده، هي هتنط 3 مرات مثلا بالزبط. حاجات زي كده. الجانجلر عموما صعوبته يا مورو في ان الـ ان ان, إن الميد والتوب والسب مثلا وكل الكلام ده بنقدر ممكن نحسب هو عمل ايه او دوره كان في الجيم ايه من الليفل بتاعه من الفارم من الكيلز. لكن جيم زي اللي فات على فكره برضو والسجواني الدور اللي كان عامله عالي جدا، كان عامل كميه اسيست حلوه جدا، ولكن بتقدر تحكم عليه منين؟ بتقدر تحكم عليه من كميه الانجيجمنت اللي عملها، من الحاجات او الاوبجكتيفز اللي قدر يحققها في الجيم. فهو واحد من الصعب ان انت تحكم عليه لمجرد ان عدد الفارم بتاعه او عدد الكيلز او الليفل. ده صحيح 100%، بالذات الجانجل عنده المشكله دي ان انت الكيلز مش بتقول لك كل حاجه، ولا الفارم ولا الليفل، لكن السبورتس بتاع للاسف الاسيست بتحكي قصه حلوه جدا. في ستات اسمها كيل بارتيسيبيشن، ديت كلات الفريق بتاعك كلها ماشي ناقص او مقابل الـ او مقابل الكيلز والاسيست اللي انت معاك، يعني دي كل كل انت شاركت فيها في الجيم اللي فريقك جابها. شوف انت جبت كام في الميه بقى من الكلام ده. فعاده كجانجلر لو انت تحت 50% يبقى انت بتعمل حاجه غلط. يعني انت كجانجلر انت عايز تبقى عند السبعين وانت طالع، 70 وانت طالع يبقى انت بتلعب صح، 50 وتحت يبقى انت الصراحه مش بتاثر على الجيم كفايه. فكيب بارتيسيبيشن دي ستات مهمه جدا، ولو حد عايز يتحسن كجانجلر لازم يحاول يحسن الكيب بارتيسيبيشن بتاعته، يشارك في الكلات، يبقى اكتف على قد ما يقدر. طب عايز اسالك سؤال يعني مضايقني بقاله فتره، ايه رايك في كلمه جانك افتر ليفل 6؟ يعني هل في ناس تلتمس لها العذر لكلمه جانك افتر ليفل 6، ولا يعني في تشامبيون معينه فعلا انت ممكن تقدر تستنى عليه، ولا ايه القانون او ايه الصح؟ في بص، في تشامبيونز كتير جدا ليفل 6 الجانك بتاعتهم بكل يعني وورويك نوكترن شيفانا وهكذا، دول الالتيز بتاعتهم قويه جدا تضمن الكل، لكن ده مش معناه ان هو ما يجانكش برضه. يعني انت ليفل 6 هو الجارنتيد كل بتاعتك، ولكن طب ما انت ممكن تجانك قبلها على ليفل 4، انت مش عشان معاك سي سي يبقى مش عارف تقتله. طب ما لينا ممكن يبقى معاه سي سي، لو انت معاك مثلا اني تويستد فيت اوريانا كل دول معاهم سي سي، هم اللي يعملوا سي سي، طب انت روح اعمل دامج بقى. يعني ما تخشش برضو طبعا لو انت معكش سي سي، لو انت وروك مثلا ما تخشش اللي قدامك تحت التاور، انت استنى لحد ما اللينر بتاعك يلعب لورا شويه، واللينر اللي قدامه الانمي ميد لينر مثلا او انمي توب لينر يبوش، فانت تستغل النقطه دي وتيجي من وراه. فانت لما تقفله عليه كده هو خلاص اتزنق، مضطر يحرق فلاش، مضطر ممكن حتى يموت. فانت كده جبت كل ساعات، حتى لو حرقت فلاش وخلاص انت برضو ساعات. وزي ما انت لسه قايل دلوقتي ان انت برضو لما تحرق فلاش هتعد 5 دقايق اللين ده معهوش فلاش بالظبط، في نفس الوقت تقدر تروم عليه تاني او تجانك عليه تاني وتقدر تجيب الكل المره دي. الحاجات برضو اللي بتميز الجنجل او عن طريق يعني بيتم تحديد الباس بتاع الجنجل بقى، ان هو يقدر يدخل يبقى عارف لو هو عايز مثلا او شايف ان التوب لين مش هيقدر يبوش لين ايرلي، فبيبدا ياخد طريق ان هو مثلا هيجيب الريد، بعد كده هيجيب البلو مثلا، بعدها الولفز، او يحاول يجيب الليفل 3 ويطلع على التوب، بحيث الطريق بتاعه يكون رايح على التوب، لان اكيد الايرلي جيم هيكون فيه بوش من التوب لين الانمي توب لين عشان يبدا يجانك. دي من الحاجات اللي الجانجلر لازم يكون عامل حسابها، انا همشي منين واروح فين، او ممكن خلال الجيم يبقى عينه دايما. وطبعا دي اهم حاجه في الجانجلر ان هو عينه على طول على الماب، عينه على طول بيشوف انهي لين عامل بوش، انهي لين عليه بوش، ويبدا يروح
يساعد. ما هي دي بقى ايه الجانجل باثين كله. انت في اول الجيم كجانجلر انت بتبص كده على فريقك، تبص ايه اللينز اللي هتبقى واقفه تحت التاور بتاعها مش عارفه تعمل حاجه. يعني مثلا زي ما شفنا كيل وسايون، كيل ما كانتش عارفه تكلير الويف، سايون كان عمال بيبوشها بيبوشها بيبوشها. نفس الكلام ميد مالزهر واوريليون، اوريليون عمال بيبوش. كل دي كانت فرصه لورويك ان هو يخش ويساعد، ولكن هو ما عملش، هو ركز على بوت لين ودي كانت غلطه. لكن طبعا انت لما تلعب جانجل انت لازم تركز في الحاجات دي جامد جدا، وتغير بقى الباث بتاعك على اساسه. على العموم ان شاء الله نخش الجيم، هنطلع فاصل ونرجع لكم بجيم 2 من تي بي اي فيرسز ليرن. هنرجع لكم جيم 2 ان شاء الله دلوقتي، او لما السكرين تظبط معانا.
باد انتنشنز فيرسز ليرن جيمنج لسه لحد دلوقتي السكور 1-0 لفريق باد انتنشنز ليرن جيمنج. عايزين يعملوا كومباك المره دي ودي فرصه. باد انتنشنز زي ما قلنا كان داخل باربعه تانكس لكن السكرين سودا قدامنا دلوقتي ان شاء الله تظبط دلوقتي ونرجع للجيم. ليرن جيمنج شفنا الفيز والكيتلين والليسن كان جنجل. اشوف الايرلي جيم بتاع ليسن الصراحه انت لما تاخد حد زي ليسن يبقى انت لازم الايرلي جيم بتاعتك لازم تعمل شغل, لازم تكون قد الايرلي جيم بتاعت ليسن. لو هتستنى ليسن عشان الليت جيم وتبقى تانك بقى شويه وعايز تدخل تيم فايت تقعد تعمل شغل تدي شغليت يبقى ملهاش لازمه. انت فعلا ليسن انت بتضايف ايرلي جيم, بتضيع فلاش من حد, بتضيع فلاشين ميد وتوب بقى ميد وبط, بتلف في المابا كلها. الورد سيستم بتاعك لازم تنط هنا وهناك, انت سكيبر في اي مكان في المابا ترمي ورد وتنط عليها, وبالتالي انت راجل لازم تكون لافف الماب كلها. عايزين نشوف من ليرن ان هم ما يتهزوش, يرجعوا ثقتهم بنفسهم شويه, يبداوا يشوفوا البكات اللي هم خدوها يستفيدوا منها اقصى استفاده ازاي عشان يقدروا يكملوا المشوار اللي هم كانوا عايزين يبداوه قدام تي بي اي في جيم 1. هم زي ما قلنا هم لعبوا اول 10 دقائق ربع ساعه كانوا زي الفل وبعد كده فجاه بداوا يتفتفتوا. فهم لو ركزوا اكتر شويه, انا عارف انا متاكد ان لون ممكن يطلعوا بالماتش دوت, انا متاكد 100% عشان دي احسن فرصه ليهم. لما فريق قدامك يستقل بيك شويه ويعمل غلطه في الدرافتنج زي ما انا حاسس ان هي غلطه في الدرافتنج بتاع باد انتنشنز, زي ان هو ياخد اربعه تانكس و1 دي بي اس, دي فرصه ان انت تستغل الموضوع ده. اقدر الدي بي اس وبتعامل مع الاربعه تانكس بعدين بقى مش عارف يترو. زي ما انت قلت يا مورو من شويه ان اللعب دلوقتي هيكون على فيز وليسن عشان يجيبوا الايدي كاري بتاع تي بي اي, وبالتالي انت برضو لو انت شايفها غلطه فهي مش موضوع ان هي غلطه او مش غلطه, كل تيم شايف اللي هو عايزه. لكن احنا بنقول من وجهه نظرنا ان على الورق اربعه تانك في تيم غريبه شويه. ما تنساش برضو عشان عارف ان انت نسيت ان موكاي ميد قدام فيز, ارجع تاني افتكر البيك ده الغريب ده لايزن الموكاي بيك قصاد فيز مش عارف ازاي. الجاليو في التوب, التشو في الجنجل, والاليستر مع تريستانا في البوتلين. والله بس الحق ده هو الجيم كان باج, يمكن كانوا عايزين يعملوا سواب وما عرفوش ايزن ودراجز باني. لكن لو فعلا موكاي مد الصراحه انا هستغرب جامد جدا, لكن زي ما انت قلت الالتيميت بتاع موكاي طول غريبه جدا للانجيج, او ممكن حتى مش انجيج اعملها كزونينج انت تعملها في فريق الانمي تيم هيرجع لورا عشان خايف منها, تقوم انت عامل الاوبجكتيف انت تعمل الدراجن او البارن ايا كان. فانت هي مش مجرد انجيج, هي برضو ديس انجيج وبرضو زونينج تول قويه قويه جدا لو تعرف تستخدمها صح جدا فعلا. ومستني فعلا اشوف هل ايزن فعلا كان في نيته الموكاي ولا ايه, ومستني اعرف بقى تي بي اي يعني بالاربعه بيكسل التانك دول هل دلوقتي هما بيبعتوا رساله وبيقولوا ان احنا نقدر نعمل اي حاجه وفي اي وقت, ولا هنشوف ان هما تسرعوا او استهانوا زي ما انت قلت وخدوا اربعه بيكس بتانكس, ولا هما ضايقوا بعض في نص الجيم وقالوا انا هختار تانك وانا تانك. يعني انا مش عارف ازاي بتجيب اربعه تانك. طب اعتمد على حد في الميد, اعتمد على حد في الجنجل يلعب بليس ابيليتي مثلا. يعني انت هيكون معاك اربعه تانك واحد ايدي كاري, انا مش متخيل. وما بالك بقى لو الايدي كاري دوت البوت لين اتعمل لها جنكات وتستنى كانت بيهايند, ما يعني دي مصيبه. لو الدامج ديلر الوحيد بتاعك بيهايند قوي في الايرلي جيم يبقى انت كده الخطه كلها باظت. ما تنساش كمان ان فيز زيه زي زد زيه زي اي اساس فيز, هنلاقيه بينط كتير في البوت لين. لازم يكون البوت لين متورط جدا, ولسه انت فكرت فعلا بالنقطه دي. فيز على طول بيحب ينزل يتسلى ويقزقز شويه ايدي كاري عشان يعرف يكاري الجيم. هنشوف الاستراتيجي اللي هيلعب بيها ليرن الفتره دي. مستنيين الجيم يبدا و نحاول معاه بعد البج اللي حصلت من الجيم. الجيم بوزد على ما اظن في الشاشه صدف, احنا مستنيين ان هم يعملوا اون بوز. ان شاء الله اول ما يعملوا اون بوز هنكمل الجيم. كان البوزات يعني احنا بقالنا كتير بنتفرج على بطولات مصريه بوز ده حاجه اساسي. بقول لك ايه, انا لسه من كام يوم شايف الدي سي اللي حصل في الصين في ال سي اس كان حاجه مريعه جدا. لما يقف بطوله عالم تقف ثلث ساعه دي سي دي مشكله كبيره جدا. ولكن اللي عرفناه من الموضوع ده ان في برنامج جميل جدا اسمه تقريبا كرونو بريك حاجه زي كده,
البرنامج ده صممته ليج اوف ليجند او رايوت جيمز، صممته عشان يسجل الجيم ويعمله كريبلاي، ولما يحصل اي كراش بيجيبوا الجيم ده بيعملوه ريبلاي وبيرجعوه كذا ثانيه لورا، ويبدا الجيم يتعمل له زي كان الشامبيونز كلهم رجعوا بالت ايكو كده، ويبداوا يلعبوا من تاني ويدخلوا تيم فايت اللي هم كانوا داخلينه. البرنامج ده هيعمل طفره كبيره جدا، ورايت جيمز ما كانتش عايزه تنزل البرنامج ده، ولكن قالت ان هو هيكون متواجد لتجنب حدوث اي مشاكل في ال LCSD، ولكن ان احنا نطلعه بشكل رسمي ده مش هيحصل دلوقتي. يا ما اظنش ان هم هيطلعوه صراحه، هو يعني هو لحد دلوقتي مش هنشوفه غير على الويل ستيج، وشفناه كذا مره في ال LCS برضه قبل كده، لكن هو مش قادر اقول لك قد ايه ده هينفعنا في مصر البرنامج ده، عشان الدي سيز كتير، اللاج كتير، عشان الجيم از ان بروجريس. ان شاء الله نخش قريبا، لكن على العموم ليرن جيمنج زي ما قلنا فرصتهم ان هم يبعتوا الفيز والليسن بوت لين يشوت داون التريستانا ايرلي، وممكن يلعبوا على النقطه دي. نقطه كمان يلعبوا عليها ان الليسن الايرلي دامج بتاعه طبعا عالي، فممكن يقول لك طيب مين لين سهله جانكو؟ جاليو. طب جاليو يعتبر ايزي تو جانك، هو الاسكيب بتاعه هو الاي طول ما هو معهوش قط، الاسكيب بتاعه هو ايه، فانت لو وقفت وراه وهو بيعمل ايه انت بتوقف الايه بتاعته، فبالتالي كليسن انت سهل جدا تعمل وورد جامب وانت كده وقفت وراه. انا لسه بقول لك ليسن ده يعمل اللي هو عايزه في الجيم، لو انت برو ليسن انت هتعمل عمايل وهتسوي الهواي في الجيم ده. مش عايزين يعني لو حد لسه بيتفرج بادئ يتفرج على الستريم وبيقول ايه ده، دي تصفيات مصر المؤهله لكاس العالم بكوريا، الفريق اللي هيفوز في البطوله دي من ال 32 فريق اللي صعدوا هو اللي هيسافر كوريا عشان يمثل مصر كمنتخب لمصر. البطوله بتنظمها جيمرز لاونج، واحنا دلوقتي داخلين على جيم 2 من تي بي اي فيرسز ليرن عشان نشوف الجيم رقم 2. جيم 1 انتهى 1-0 لصالح تي بي اي. معايا مورو هنا وبنكاست على الجيم، مستنيينه دلوقتي في اللودنج بعد بج حصلت من الجيم نفسها عند كل الاطراف الفريقين وعندنا. يب انتظار ان شاء الله هيتصلح. معلش يا جماعه انتوا عارفين النت في مصر صعب، دايما 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 في حد بيكون عنده مشكله ونعمل بوست في اول الجيم، لكن ان شاء الله الموضوع هيتظبط. على العموم نقطه كمان تتقال هنا، التوب لين بتاع فريق اسف نسيت اسمه، فريق ليرن جيمنج، التوب لين بتاعهم هو على ما اظن السولو تانك بتاعهم، هو الوحيد اللي هيقف قدام، هو الوحيد اللي هيقف يتعامل مع الاربعه تانكس بتوع فريق تي بي اي. والله هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل، هنشوف الجيم واقفه ليه. انا مستني اشوف دلوقتي التوب والكاري وكل الكلام ده، انا زهقت. ولكن يعني معلش ادي اللي احنا فيه دلوقتي بنحاول نصلحه اكتر باسرع ما يمكن ان شاء الله. احصائيات سريعه واحصائيات كتيره، وعايز اقول لكم على حاجات كتير جدا فيها، ولكن مش عايز اوجع برضو دماغكم بالارقام. ولكن عايزين نقول مثلا ان انت كتوب لينر، ان انت كميد لينر، بعد او خلال 30 دقيقه من الجيم المفروض ان انت يكون معاك توب لين متوسط 280 سي اس. كميد لينر المفروض بعد 30 دقيقه يكون معاك 300 سي اس. كاي دي كاري 290 سي اس، ده المتوسط اللي بيلعب بيه البرو بلاير. لو انت بتدور على انك تبقى برو بلاير، لو انت بتدور لازم تعرف يعني ايه حاجه اسمها لاست هيت، لازم تعرف ان سي اس بتاعك هو محور الفوز بتاعك، مش بالكلات الكتير، مش بانك عمال تروح تجانك هنا وهناك واسيست وكل. السي اس بتاعك هو الكور بتاعك، جبت سي اس كتير، ظبطت نفسك، جبت البيلد، خلاص بتقدر تعمل كل اللي انت عايزه في الجيم اول ما بتوصل للبيلد. فدي متوسط الحاجات او